بس انا اللي انا معجبه بيه قوي انه برضو مصر بلد كبيره جدا طبعاً. لما طبعاً. ال105 مليون يثقوا بهذا الشكل في قناه وليده ويبتدوا يثقوا اخبارهم منها وتبقى هي المصدر الرسمي للاخبار. هو ده كارت المنافسه اللي ما حدش اخده في الحسبان، بس احنا كنا تركيزنا كله عليه والمشروع لسه على ورق، او اول لما اسند لينا يعني المشروع يعني. بمعنى طبعا القنوات الاقليميه الكبرى الاخرى ليها رصيد وبنستفيد من تجاربهم، لكن مساحه المنافسه في الاخر هو عايز المشاهد المصري، لان المشاهد المصري هو الكتله الاكبر طبعا في المنطقه. يعني هو بيتنافس على المشاهد بتاعي. طب لو انا قدرت اخلي المواطن المصري او المشاهد المصري يقعد قدام الشاشه دي، فانا اختصرت 20-30 سنة. بالظبط طبعا، هي دي كلمه السر. وانك يعني تبقى كمان مصدر اخبار يعني الحمد لله، استنادا الى القاهره الاخباريه بقى نقلا عن القاهره الاخباريه الحمد لله. موضوع مش هزار خالص خلال سنه يعني الحمد لله. يوم 31 أكتوبر سنة 2022 بدأ إرسال القاهرة الإخبارية أحدث قناة إخبارية في مصر والشرق الأوسط. مولود جديد مش بيحبي على الطريق، لا، مولود شايل على كتفه سنين من الريادة وعدد كبير من التحديات المهنية، وفوق كل ده عدد من المنافسين الأقوياء اللي مش من السهل أبداً يسيبوا الساحة. 16 برنامج وفريق قوي من المذيعين وشبكة مراسلين ورغبة غير منتهية للمنافسة. بدأت القناة إرسالها يوم ورا التاني والمصداقية بتزيد، يوم ورا التاني والمشاهدات بتعلى، يوم ورا التاني بقت القاهرة الإخبارية وعن حق هي عاصمة الخبر. كما كانت القاهرة هي المحور، كانت القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر. هنا القاهرة عاصمة الخبر. حياد، موضوعية، اتزان، مناقشات جادة من غير زعيق ولا خناق. والمولود اللي اتولد يوم 31 أكتوبر بعد سنة واحدة بقى عملاق، مش بس قادر ينافس، لأ، كل المحيطين بيه وحواليه بيحاولوا ينافسوا.